مصعب يقول عبر الام تي في لمكاري: عندما كنت في سدة المسؤولية هُمش الأرثوذكس إلى دولة الرئيس ونحن من يستعيد الحقوق. تقرير نخل عظيمة. قالها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عبر الام تي في: التعيينات الدبلوماسية هَمشت الأرثوذكس وانتزعت منهم منصب السفير في واشنطن، فجاءه الرد أرثوذكسيا أيضا، ومن مستشار رئيس الجمهورية والرجل القوي في التيار الوطني الحر ليس مصعب المتسلح بغطاء من أعلى المرجعيات الدينية الأرثوذكسية. ممكن يكون دولة الرئيس مكاري ممتعد من هالموضوع، ولكن مش معناتها الأرثوذكسيين هن كلهم ممتعدين. شفنا كل الأشخاص المعنيين بهالحركة، واتواصلت مع سيدنا البطرك ومع سيدنا المطران عودي، وبعتقد الطائفة الأرثوذكسية اليوم أخذت حقها. نحن مش معناتها إذا ما أخذنا واشنطن يعني الطائفة الأرثوذكسية مغبونة، لا. هلا إذا في غبن صار بالماضي بالفترة اللي مرقت يمكن من 25 سنة لليوم عند الطائفة الأرثوذكسية، نحن ما كنا بالحكم. دولة الرئيس مكاري أكيد هو أدرى لأنه كان موجود مع الحكم، ما بعرف إذا علّى صوته بهذيك الفترة ولا لا، بس نحن بنوعده لدولة الرئيس مكاري أنه نحن بهيدا العهد ما رح نقبل أنه يكون في غبن على حدا، لا على الأرثوذكس ولا على المسلمين ولا على الموارنة ولا على حدا. وبعدما ذكر أبو صعب مكاري بمآثر الماضي، شرح له تاريخيا من تولى منصب السفير في واشنطن مفندا حصة الأرثوذكس من التعيينات الدبلوماسية. إذا بدك تاخذ واشنطن، آخر 6 مرات كان في 3 سفراء موارنة، سفير سني وسفيرين أرثوذكس، وقبل هيك كان يكون معظمهم سني بالماضي، ولا مرة كان معنا بآخر 20 سنة على القليل تنقول لندن أو باريس للأرثوذكس إذا ما كانت معنا واشنطن. كان يكون معنا الصين، اليوم إضافة إلى الصين عنا روما، عنا كندا، عنا أستراليا، عنا صربيا، عنا اليونان، عنا قبرص. تعين 8 سفراء أرثوذكس مقارنة ب6 سفراء أرثوذكس تعينوا بآخر مرة صار فيها تشكيلات على أيام دولة الرئيس سانيورا، يلي طبعا هو قريب من دولة الرئيس مكاري. هكذا حمل مكاري الوزير جبران باسيل وحساباته السياسية مسؤولية الحرمان، انه يكون طامح يعمل رئيس جمهورية بس شوي شوي يبلعنا اياها شقفة شقفة. وبالاسلوب نفسه جاء الرد، لانه دولة الرئيس مكاري ما قادر يحكي على الفريق اللي لازم يحكي عنه اللي هو ممتعد منه. طبعا هجومه عم يتركز على الوزير باسيل لانه هيك اسهل بالنسبة له. طبعا هيدا الهجوم بالسياسي، اذا هيك الامور بدنا نقول له على طريقته على هيك هضمته لدولة الرئيس مكاري، بدك شوي شوي علينا لحتى نقدر نستوعب التحضيرات للانتخابات النيابيه اللي حضرتك بلشت اليوم بالسياسي تقوس، لانه طبعا ما بعتقد السفير بواشنطن هو سبب هيدا الهجوم اللي عم بيقوم فيه دولة الرئيس مكاري. الموضوع اكبر من هيك، موضوع موقف بالسياسي واضح بالنسبه لنا، بس كمان حقه مثل ما هو قال حقه للوزير باسيل انه يكون عم يطمح لانتخابات رئاسه الجمهوريه، بقى حقه لدولة الرئيس مكاري يعطي وجهه نظره بالسياسه، وحقنا نحن كمان نوضح الامور. التعيينات الدبلوماسيه اصبحت وراءنا، لكن التعيينات الاداريه والقضائيه لا تزال امامنا، وهذا الكباش السياسي الطائفي لن يكون الاول ولا الاخير.